معالي الوزير بالامس يعني كان فيه لقاء مع بعض المناسقين فيما يخص الاسمده والبذور، كل حين راهم متخوفين خاصه تاخر في وصول الاسمده لهم. ما هي الاجراءات التي اتخذها من خلال اللقاء الامس؟ شكرا. أيضا في إطار تفعيل قرارات الحكومة خاصة المجلس الحكومي المخصص لشعبة الحبوب، كانت فيه يعني تعليمات لأجل أخذ جميع الإجراءات لأجل تفعيل خاصة توزيع مادة يعني الأسمدة لونغري. وكما تعلمون يعني استعمال الأسمدة هو عامل عنصر أساسي لأجل تفعيل يعني الإنتاجية ورفع من المردود الإقطار الواحد، وهذا ما عملنا عليه يوم أمس مع القطاعات المتدخلة، قطاعات الطاقة اللي تشرف على هذا الإجراء، وقطاعات وزارة الدفاع وقطاعات وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة كما تعلمون. وتم الأخذ جميع الإجراءات لتسريع وتسهيل التدابير لأجل اقتناء هذه المادة ووضعها تحت تصرف يعني المستهلكين وخاصة المستعملين من الفلاحين. والآن يعني كل الأمور يعني تجري على حسب ما يرام على مستوى الشبابيك الموحدة، والموسم الفلاحي موسم الحرث والبذر يعني ينطلق في ظروف يعني ملائمة، وخاصة أن الرب عز وجل حبانا بهذه الأمطار التي تشجعنا، وكل فلاحين كل مزارعين الآن في استعداد لأجل انطلاقه، وإن شاء الله يكون موسم واعد اللي راح نزيد ندعم به المنتوج الوطني.